معاكم محمد وعباس والعب كرة القدم وعمري 12 سنة. اللي دخلني اللعبة أمي وأبوي. مركزي أقدر ألعب دفاع وسط هجوم، لكن يفضلوني أحسن شيء وسط. وظيفة مركز الوسط الكرة مع الخصم أرجع ورا، وإذا الكرة معانا أهجم. إني لما أروح بطولات إني عشان ما توتر لازم أواثق من نفسي. أكون الفرق بين تدريب بالمعسكر وتدريب بالأكاديمية إنه بالمعسكر يكون أكل مخصص ونختلط مع اللاعبين والتمرين يكون أكثر. بالنسبة لي ما في تمرين صعب، كلهم سهلين. طموحي إني أصير أفضل لاعب. قدوتي بالكويت صولة، وبرا الكويت ميسي. أول ما أرجع من المدرسة أدرس، بعدين أروح النادي. أشهر إصابات كرة القدم رباط الصليب عشان اللاعب يتفاداها يسخن. اللي شجعني أمي وأبوي. أنصح اللي بعمره يلعب كرة قدم ويطور من مستواه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي عمر سامي خليف العنزي، العب نادي الجهره تحت 15 سنه كره القدم. اول ما دخلت اللعبه نصائح عيال خالتي كلموني وقالوا لي عن نادي الجهره ودشيت. اولا تدريبنا 6 ايام بالاسبوع، اول شيء نبدا بالتحميه، بعدين نبدا عاد بطريقه الكابتن. اسهل تدريب هو الزقزاق واصعبه العرضيات. اشهر الاصابات الرباط الصليبي والتمزق، وشلون اتفاداها؟ التسخين قبل لا اتمرن، ومع المدرب شلون يعطيني طريقه. عالميا كريستيانو رونالدو، ومحليا بدر مطوع. طموحي اوصل فريق اول واصعد المنتخب. استفدت من لعبه كره القدم الصحه واللياقه والصبر. كانت نقطه الضعف هي التمريرات، والحمد لله طورتها. اولا ارجع من المدرسه اخذ بريك 5 دقائق، بعدين ادرس، بعدين اروح التمرين، بعدين ارجع ادرس. اللي شجعني بشكل عام هم اهلي واخواني، واللي بشكل خاص هم الكباتن والمدربين. الفرق بين التدريب المعسكر والنادي، المعسكر اصعب وفيها شوي يعني نشاط اكثر وحيويه، ساعات اكثر بالمعسكر، لازم تتبع حميه غذائيه وصعبه، لازم تمرين الصبح والليل. انا كلاعب احتاج تمارين، ملاعب، لازم يعني حميه غذائيه صحيحه. انصح الشباب اللي بعمري يروحون يعني يسجلون بالهوايه اللي يحبونها، ان العمر هذا ما يتكرر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اللاعب محمد مشاري محمد طنة، العمر 16 سنة، ألعب بنادي الجهرة تحت فريق 17. أول شيء بدايتي تحفيز من والدي وعمامي، كانوا لعيبة قبل فحفزوني إني أدخل النادي ودخلت الحمد لله ولاعب الحين من الله. مركزي قلب دفاع، ووظيفته إني أدافع عنه ما يجيبون علينا جول، وإني أحمي الفريق. تدريبنا اليوم عندنا بالأسبوع 6 تمارين، وبداية التمرين أول شيء نسخن نلف الملعب لفتين ثلاثة، بعدها برازيلي، بعدها نسخن تسخين عادي، بعدها نلعب مربع، بعدها عادي بلش تمرين ويا الكابتن. أشهر الإصابات معاكم أول شيء الضامة، وعندكم لنكل، ومن ناحية إنك تعالج منها أول شيء التسخين، تمشي على العيادة، تسمع كلام الكابتن يعطيك الحل ان تنجي من هذه الاصابه. اصعب تمرين يمكن يكون هجمات علينا، واسهل تمرين يكون استحواذ. والله تطورت من ناحيه المدربين، عندك كابتن بدر دهيمان، سلطان عطشان، والفرنسي كابتن يونس. المباراه اللي ببالي الحين وما انساها من افضل المباريات هي مباراه اليرموك. عندنا اول شيء اني بدعت فيها والحمد لله فزنا على اليرموك، وأديت جيد ومع الفريق كلهم أدوا وما قصروا والله ويانا. بإذن الله أني أوصل فريق أول وأتمنى الأعلى في المراكز. والله استفدت من اللعبة صحيا بدنيا ذهنيا كل شيء من كل النواحي. أول شيء إذا كان عندي مباراة يكون توتر خفيف، بس مع التعود والاستمرار تعود عادي، كل أمر جدا عادية لك. مشاهدة المباريات في التلفزيون أستفيد منها من ناحية أتعلم شلون أوقف مركزي، واستفيد منها واني اعطي معلومات الفريق اللي معي. كانت عندي نقطه ضعف ان من ناحيه اذا استلمت الكوره اتوتر مرات، والحمد لله عديت المرحله هذه وقدمت زين ان شاء الله. قدوتي المحليه لاعب نادي القادسيه خالد ابراهيم، ولاعب عالميا مالديني. والله تنسيق بين الدراسه والنادي، اوازن بينهم، ارد المدرسه اتغدى اجي التمرين اخلص تمرين ارد ادرس، يكون في وقت. انا كلاعب اني احتاج تمارين اضافيه كمعسكر وتدريبات خاصه. نصيحتي للي ما جو من ناحيه الرياضه انصحهم ان يتقدمون الرياضه ويطمحون للاعلى، وان يشوفون الرياضه مناسبه لهم ويستمرون فيها.